متحف الأطفال في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي بالظهران هو المتحف الأول من نوعه على مستوى المملكة، وهو متحف مبني على أساس اللعب ويقدم أركاناً عملية للأطفال حتى عمر 12 عاماً. متحف الأطفال يعد هو أول متحف للأطفال في المملكة العربية السعودية، وهو مساحة استكشاف وهدفها تعلم من خلال اللعب، وهو طبعا يستهدف الأطفال من عمر 0 إلى 12 سنة وبالإضافة طبعا إلى عوائلهم. تفاعل واضح واندماج كبير من قبل الأطفال بأعمارهم المختلفة، حيث تقوم فكرة المتحف على اكتشاف الطفل لكل الأشياء من حوله بطريقة تصقل العقل وتنمي الإدراك. هذا أحسن مكان قد رحت له، والألغاز حلوة يعني مرة حلوة. رائع مفيد، واستفادوا كثير يعني هم يعني التعلم بالترفيه يعني هم يلعبون تعلموا. في متحف الأطفال هناك أقسام أخرى تستهدف المراحل المبكرة للطفولة بمساعدة آبائهم وأمهاتهم، يقوم فيها الطفل بالتعبير عن مشاعره عن طريق استكشاف الأشياء من حوله. لقناة السعودية، محمد الحمادي، الظهران.